والمهتمين والمتابعين في منظومة دول مجلس التعاون الخليجي تحديداً عليهم إعادة قراءة المشهد مجدداً. ما هي الوسيلة المثلى لمواجهة هذا العدوان الإرهابي الإيراني ضد العرب؟ ضد العرب وليس فقط ضد الدول العربية، ضد العرب حتى الذين داخل إيران. ما هي الوسيلة المثلى لمواجهتهم؟ أعتقد أن العرب جربوا كل أو خاضوا جميع المحاولات، من الحروب، من المواجهة السياسية، من اللجوء للمنظمات الدولية، من العلاقات الثنائية، من التقارب مع إيران، كلها فشلت. طيب ماذا بقي؟ أنا باعتقادي لم يبقى إلا أن تعطى إيران من نفس المصل أو العلاج أو الدواء أو الذي تستخدمه في الدول العربية. أريد أن أسعى إلى مسمى تقني نسيت اسمه حاليا، وهو العلاج من نفس الداء. يعني إيران بحاجة أو نحن بحاجة، العرب بحاجة إلى مقاومة إيران من داخلها. كيف؟ ماذا تفعل إيران في الدول العربية حاليا؟ ما الذي أتى بإيران للدول العربية لتضع فيها جيوش داخلية عبر ميليشيات إرهابية؟ لن ترتدع إيران إلا بهذا العلاج. يجب على العرب التفكير فيه منطقيا من خلال البحث والدراسة. لترتدع إيران لن ترتدع إلا إذا حوربت من داخلها الأحواز. وهذه الانتفاضة المباركة التي نأمل أن تستمر، وكما ذكر سعادة اللواء يحتاج